أهلا بكم. أحمد نظر إلى التعبير x ناقص y ضرب x تربيع زائد x y زائد y تربيع وكتب الآتي. قال أنه سيستخدم خاصية التوزيع، إذا قام بأخذ x ناقص y وقام بتوزيعها على x وهذا التعبير على سالب y، لهذا لدينا x ضرب هذا التعبير الداخلي هنا، x ضرب التعبير الداخلي ناقص y ناقص y ضرب هذا التعبير الداخلي. ثم يقول باستخدام خاصية التوزيع مرة أخرى، هذا يساوي، إذن قام بتوزيع هذه الـ x على هذا وحصل على جميع الحدود الثلاثة الأولى هنا، وقام بأخذ هذه الحدود الثلاثة ثم قام بتوزيع y، قام بتوزيع y هنا وحصل على هذه الحدود الثلاثة، ثم رأى أنه يبدو هكذا، هذا الحد الأول x تربيع y يلغى مع سالب x تربيع y، و y تربيع x يلغى مع سالب y تربيع x، ثم رأى أنه يساوي x تكعيب ناقص y تكعيب، ثم كتب هذا، أنا أتوقع أن x ناقص y ضرب x تربيع زائد x y زائد y تربيع يساوي x تكعيب ناقص y تكعيب لكل قيم x و y. هل أحمد استخدم الاستدلال الاستقرائي؟ فسر الإجابة. حسناً، الاستدلال الاستقرائي يبحث عن عينة من الأشياء، يبحث عن مجموعة معينة من البيانات، إذن مجموعة معينة من البيانات ثم وضع تعميم بناء على هذا. لا نكون متأكدين 100%، لكن بالاعتماد على ما رأينا نعتقد أن النمط سوف يستمر، أو نعتقد أنه ربما يكون صحيحاً لكل الأشياء التي يكون لديها ذاك النوع من الخصوصية. الآن في هذه الحالة هو لم يبحث على نوع معين من العينة، هو فقط قام بإثبات، قام بضرب هذا خارج قواعد الجبر. في الواقع من الخطأ بالنسبة له أن يقول أنا أتوقع هنا، أتوقع هي كلمة غير مثبتة، إذن أتوقع هي كلمة غير مثبتة، لكن من المحتمل أن تكون صحيحة. هي ليست مثبتة لكنها تبدو صحيحة، هذا ليس توقع، هذا إثبات. هو أثبت أن x ناقص y ضرب x تربيع زائد x y زائد y تربيع يساوي x تكعيب ناقص y تكعيب. كان عليه أن يكتب، وهذا الشيء أقوى للقول، كان عليه أن يقول أنا قمت بإثبات أن هذا صحيح، أنا قمت بإثبات أن هذا صحيح لكل قيم x و y. إذن للإجابة على السؤال هل استخدم الاستدلال الاستقرائي؟ لا، سوف أقول أنه قام بعمل إثبات إجمالي. لا، هو قام بعمل إثبات، قام بعمل إثبات. الاستدلال الاستقرائي سيكون إذا قام برؤية، إذا تم إعطاءه على سبيل المثال 5 ناقص 2، 5 ناقص 2 ضرب 5 تربيع زائد 5 ضرب 2 زائد 2 تربيع، ورأيتم أنه يساوي نفس الشيء، إنه 5 تكعيب ناقص 2 تكعيب. ثم لنقل أنه قام بهذا، أنا لا أعلم، ربما 1 في 7 من مجموعة من الأمثلة، ومن ثم استمر لكل الأمثلة بحيث أن الرقم الأول كان مكعبا ناقص الرقم الثاني مكعبا. ثم سيكون استدلال استقرائي للقول أن هذا صحيح لكل قيم x و y، لكن هنا هذا ليس استدلال استقرائي، هو لم يستخدم الاستدلال الاستقرائي، أو لا يمكن القول أنه استدلال استقرائي، هو لم يستخدم الاستدلال الاستقرائي، هو قام بإثبات إجمالي أن هذه العبارة صحيحة لكل قيم x و y. إلى اللقاء.